استاذه حنان نصر رئيسة حمله وحشتونا، يعني اهلا بيكي معانا في الاخبار اليوم، واهلا بيكي برضو يعني في البحرين وفي العاصمه المنامه، وكلمينا عن زياره حمله وحشتونا للمنامه في البحرين. احنا اطلقنا الحمله النهارده من اول مدينه وصلنا فيها اللي هي طبعا دوله ومملكه البحرين، واول مدينه هنا المنامه. والنهارده احنا في نادي صاحبات الاعمال وبرعايه الشيخه هند بنت سلمان الخليفة. معنا طبعا مجموعة من سيدات الأعمال النهاردة، صاحبات الأعمال من البحرين. أطلقنا الحملة والحقيقة لقينا ترحيب كبير جدا في الاستقبال، ويعني أنا مبسوطة الحمد لله، حاسة أن أنا عملت حاجة النهاردة. وقالوا مصر في قلوبنا ومصر مش غايبة عننا وإن شاء الله هنيجي، وطمنتهم أن مصر بخير وأمان وسلام وكل شيء موجود في مصر على يعني على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين. كنا شايفين استقبال فاحل، كنا شايفين استقبال حافل لحضرتك وللحمله. يعني كلمينا على الاستقبال ده، وهل كنت متوقعه من سمو الشيخه والشعب البحريني الاستقبال ده؟ لا والله، يعني هو طبعا متوقعه طبعا، لاني اعرف عنهم ان هو شعب جميل وطيب وراقي ومحب لينا جدا، ولكن هو طبعا استقبالهم كمان يعني في اكتر من تصوري يعني. فمبسوطه جدا الحقيقه النهارده، واتمنى يا رب باذن الله ان كل جولتنا في البحرين، دلوقتي احنا عندنا مؤتمر صحفي ورايحين عليه، وإن شاء الله تبقى جولتنا كلها في البحرين جولة جميلة ومثمرة. ويمكن الشيخة هند كمان من أهم الحاجات اللي قالتها أنها إن شاء الله تطلق مبادرة لزيارة مصر هي والنادي، نادي جمعية سادات الأعمال، ويعملوا مؤتمر كبير. دي أول مبادرة تلقيناها النهاردة، كانت أول مبادرة من هنا. نتائج الاستقبال النهاردة أو الحفلة النهاردة اللي كانت معمولة لكم، هو النتائج زي ما حضرتك شفت النتائج مستمرة، وفي قبول ان شاء الله تحصل زيارة لمصر من النادي، وهيكون في هتكون زيارة رسمية وملكية، لان هي قالت برضو ان هي هتبقى في يعني هتترتب الامور كلها هنا مع المملكة، وهتكون يعني زيارة كبيرة ومؤتمر كبير في مصر. دي اول مبادرة يعني جت لنا واحنا في البحرين النهاردة، من اول خطوة خطناها يعني الحمد لله. الخطوات الجاية ايه يا فندم؟ هل الزيارات الجاية؟ احنا عندنا هنا في البحرين النهارده في مؤتمر صحفي وفي حفل عشاء بعديه برضو من مقدم من احد الشخصيات الكبيره هنا في البحرين، ومن بعدها بكره ان شاء الله برضو هيكون في حفل بقى كبير، اللي احنا حفل كراون بلازا اللي هو حفل باستقبال يعني الحمله، وهيكون برعايه جامعه البحرين الاهليه الاستاذ الدكتور عبد الله الحواد، مع بقى هيكون طبعا في غناء وفي عرض ازياء مصري، وهيكون في يعني شو كبير هيتقدم، وعلى الشاشات هنقدم بإذنك يا رب أفلام عن مصر جميلة، وبرضو هيكون في توزيع لهدايا وكده. في كمان هيكون في تكريمين كبار بكرة جدا هيقدموا للشيخ الدكتور عبد الله الحواج وللشيخة هند. إن شاء الله. الله يخليك، شكرا، ميرسي جدا.